أشهر الأسماء العالمية في عالم المجوهرات الراقية والساعات الفاخرة يضمها معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تقام دورته 13 حاليا بالعاصمة القطرية وتختتم يوم السبت. ويتيح المعرض فرصة مهمة لعشاق المجوهرات لمشاهدة أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم الحلي. وأشار العارضون إلى أن توجهات السيدات وأذواق الفتيات تغيرت بمرور الزمن، حيث أصبحنا الآن يفضلن قطع المجوهرات البسيطة. نبيل الزين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العارضة: صارت الموضة مثل ما تقولين يعني تغيرت كثير. زمان كان أهل الخليج كلهم يحبون الأشياء الكبيرة، الأشياء اللي يعني أكبر من اللازم. الآن أصبحت البنات أو الجيل الجديد أو حتى الجيل القديم أصبح يحب الأشياء اللي هي النواعم، يعني الأشياء الناعمة الرقيقة اللي فيها أحجار اللي لها قيمة اللي فهذه الترند اللي الحين ماشي عليه. ويعتقد العارضون المشاركون أن قطر هي أحد الأسواق المهمة للغاية فيما يتعلق بارتفاع الطلب على المجوهرات الراقية بالمنطقة، وهو ما تؤكد مندوبة مبيعات المجوهرات ماشا كيموفا. القطريون لديهم المعرفة والذوق بشأن المجوهرات الراقية ويحبون الأشياء الجميلة وما إلى ذلك من الأشياء المصنوعة يدويا. إنهم تقليديون، نرى أنهم يهتمون بالتفاصيل، والمجوهرات الراقية تركز بالفعل على التفاصيل. تعد دورة العام الحالي أكثر صرامة فيما يتعلق بالأحجار الكريمة التي قبلت للعرض، حيث جرى تقييمها وفقا لحجمها ونقائها وجودتها، وذلك بحسب ما ذكره منظم معرض الدوحة. كما يقدم المعرض أشكالا متنوعة من المعادن النفيسة مثل البلاتين والبلاديوم والفضة والذهب.